يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجواب على من يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منذ العصور الإسلامية الأولى؟ هذا كذب، ما ليس قبر الرسول في المسجد النبوي. المسجد مبني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما دفن في بيته في حجرة عائشة خارج المسجد. لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه أدخل الحجرات في المسجد اجتهادا منه. فهذا الأصل، ما دفن الرسول في المسجد، ما دفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد. إنما إدخال الحجرة فيما بعد في المسجد هذا من تصرف بعض الولاة، نعم، وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يقول قائل ولماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة؟ هذا أجابت عنه عائشة أم المؤمنين لما روت حديث لعن الله، لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك، يعني خشية أن يتخذ قبر الرسول مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته صيانة له، صيانة له أن يتخذ قبره مسجدا كفعل اليهود والنصارى. هذا أصل مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية الشرك وإبعاد للأمة عن وسائل الشرك. هتكون جاء بعض الولاة عفى الله عنه دخل الحجرة في المسجد، هذا اجتهاد منه ولم يوافق عليه، نعم. لكن قد يقول قائل أيضا ولماذا لا يبرز الآن الحجرة تطلع من المسجد؟ يخشون من الفتنة الآن، يخشون من الفتنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن الحمد لله المسجد القبر مضبوط الآن، ولا أحد يعبده ولا أحد يذبح له ولا ينذر له، مصون ولله الحمد، عليه حراسة وعليه ناس، ما أحد يتمكن من فعل الشرك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. حماه الله لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه وصانه من العبادة. ما أحد يذبح لقبر الرسول الآن، ولا أحد ينذر لقبر الرسول، ولا أحد يقف يستغيث بالرسول الآن ظاهرا، ما أحد يفعل هذا ظاهرا، لأن الله صانه عن ذلك وحماه وهيأ له من يصونه ويحميه. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبحت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيانة، وفي عزة وحماية وصيانة. هذا آية من آيات الله، ما يحصل عند قبر الرسول الآن ما يحصل عند قبور غيره من الأموات، ما يحصل عنده شيء إلا شيء خفي، هذا بين الإنسان وبين ربه، الشيء الخفي ما ندري عنه، لكن شيء ظاهر هذا ممنوع، نعم.